للأسبوع الثاني على التوالي ومياه فيضان سد مأرب تتدفق بكثافة من مناسحه الاحتياطية بعد ارتفاع منسوب مياه السد وفتح قنواته إلى حدودها القصوى. المناطق الشرقية والغربية بمديرية الوادي كانت وجهة هذه السيول التي جرفت بعض مزارع الأهالي وهددت المنازل القريبة من مجرى السيول. خسائر المواطنين، في خسائر، تضرر الناس من جراء سيول الفيضانات في المزارع وفي المباني وفي بعض الممتلكات، ونطلب من الدولة ومن الجهات المختصة تأمين الخط الدولي بعبارات أو شابه ذلك، وتأمين خط الكهرباء. عشرات المواطنين نزحوا بعد اقتراب السيول من مناطق سكنهم، إضافة إلى تهديدها لأبراج الكهرباء الواقعة في محيطها واتجاه السيول نحو الخط الدولي الذي يربط محافظة مأرب بمحافظات أخرى، إذ يعد شريان الحياة للبلاد في زمن الحرب. نازحين من السائل اللي جاء من سد مأرب، وباشد العرب كلها اللي بانتظرتوا انتوا ودولتكم دي، والله ما بقى واحد من زفلتوا هنا، لا ما هو شلة هالدولة ما تنتظر فينا، جيب معدات تحد السيل منا، ما بل الرجال لا جيب له لا يقطع ويسد الفرض هذيبة. جهود فردية وبسيطة في مواجهة فيضان سد مأرب الذي لم يكن متوقعا ومحتملا في إمكانيات هؤلاء، وهو ما دفعهم إلى مطالبة السلطة المحلية بالتدخل بشكل عاجل لإنقاذهم وعمل مصدات مائية لحماية أراضيهم الزراعية من الانجراف. حل انتظرنا أن اليوم الثالث منتظرين أن الدولة أنها تنظر إلينا، والدولة ملامة أنها تنظر، لأن هذا شيء عظيم، شيء يهدد الشق هذا كامل بأكمله. تبدو جهود السلطات المحلية بطيئة أمام هذه الكارثة، ليواجه الناس هنا هذه التحديات والصعوبات التي تتضاعف مع استمرار تدفق مياه السد، حيث تزداد معها مخاوف المواطنين من وصولها إلى الخط الدولي وما سيترتب على ذلك من آثار تمس حياة الناس في المحافظة خصوصا واليمن بشكل عام. مثل سد مأرب منتزها سياحيا وطبيعيا ورافدا لوديان ومزارع المحافظة، لكنه اليوم وبعد ارتفاع منسوب مياهه بات يشكل خطرا على الأراضي الزراعية وهاجسا يؤرق العديد من المواطنين. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.